خليه يجيب لي سيارتي بعد إذنك. على عيني، بس أعطيني الكرت بعد إذنك. ما أعطوني كرت. طيب شو نوع سيارتك؟ ما عاطينه كرت، دور عليه منيح ابني. بجوز جاي بلا سيارة، ما في شي هون. بلا حكي فاضي، دور عليه منيح وشوفه. تفضل. هلأ جاي السيارة، تحملونا شوي. طيب خلص، نحن بنطلع بتاكسي، لا تعذب حالك. لا ما بقبل، أنا ببصركم. ها وصلت، شكرا. سيارتك ما فيها بنزين. ماشي. صباح الخير. صباح الخير. ما بتعرفي انه انا بنزعج من الاصوات العالية الصباح. مو قصدي ضايقك. شو علي طلع؟ من بكير وقال انه اليوم بده يروح على السوق اللي بالحارة اللي مقابلنا. يلا طالما فقت قوم خلينا نطلع. بالاول بتحل شغلة الشهادة، وبعدين بتروح على شركتنا بتشوف المدير مشان الشغل وبتتفقوا. لك انت بس تبلشي نقع الواحد ما بتعودي تخلصي ابدا. لك انا في 100 قصة براسي عم بتدور، طولي بالك شوي. كنت بدي ساعدك بموضوع الشغل. اوف منك اوف، والله بعرف وشكرا كتير، بس كمان في شوية افكار براسي، وانا مو حابب كون معك بنفس الشركة بالنهار سوا وبالليل سوا. مو معقول هيك، بعدين بتملي مني. لا انا بحياتي ما بمل منك. لا تبوسيني، لسه ما غسلت وشي. كيف صارت معدتك؟ منيحة، ليش عم تسألي؟ مبارح نطيت من التخت مثل المجنون، تشنجت معدتك وصرت تتوجع. شو مانك متذكر؟ ليكون كابوس. لا بالسجن، يعني مو بحضن أمك يا شاطر. النوم ممنوع عليك، لازم تكون على طول حذر، وعيونك لازم يضلوا مفتحين، وإلا بتروح فيها أنت ونايم. روح نقلع ولك نقلع من وش نقلع. مهند أنا رايحة على الشغل. الله معك. يلا المسا بشوفك.
سمرة، المسا ما بدي اياكي ترجعي. كتمنا على نفسه العالي، والله عيب بصراحة. وأنا كنت بدي أقول لك نفس الشيء. إما لمروة كتير عم تسأل عني وين عم نام وين عم روح. يلا بروح بشوفهم وبقضي معهم كم ساعة. يلا باي باي. مع السلامة. بدون صينية تانية على حدية أكارسو شوي وبجهزها. طيب ماشي. أهلين حبيبي، جيت بوقتك. إن شاء الله صحة وعافية. كيف الشغل معك؟ منيح. أبوك اليوم رايح يشوف المحل يلي بالزاوية، وأخيراً اقتنع ورح يشوفه. إيه ممتاز. عم يقول الله يلعنه ويلعن محله وبيته. إيه معه حق، عم نضيع وقت على الفاضي. وأنا اليوم رح أشوف بيت بهديك النواحي. إن شاء الله صحة وهنا. على قلبك. وانت كمان حاول تدور على شي بيت واسع ورخيص ويوافق صاحبه انه يأجرنا اياه من دون وسيط. رح شوف. ابوك امبارح شربان كتير كمان، والله ريحته عبت البيت كله. اف اف. ماما ام انا سحبت كل المصاري من البنك، هدول كل يلي مصمدون 100,000 ليرة.